السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا ان شاء الله من دلوقتي بالمده ساعه على الهواء باذن الله، ووصفات ان شاء الله تعجبكم. زي دايما بتقدروا تتواصلوا معانا عن طريق الارقام اللي بتطلع على الشاشه، وكمان عن طريق كتابه كومنتاتكم واسئلتكم وتعليقاتكم تحت الصوره اللي بتنزل على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك. يلا نبتدي مع بعض باول وصفه. اول وصفه البايايا. البايايا احنا دايما بنعملها بالرز، بس النهاردة انا صراحة ابني كان في اسبانيا ورجع بيقول لي ان هو اكلها في اسبانيا بالشعرية او بمكرونة تكون رفيعة نوعا ما ومتكسرة زي الشعرية. ما صدقتوش قوي يعني، دخلت شفت على النت لقيت فعلا ان في بايايا بتتعمل بالشعرية، فجربتها طلع طعمها لذيذ، قلت يلا بينا نعملها مع بعض. فالنهارده هنعملها بالشعرية. خلينا نشوف المكونات الأول وبعدين نتكلم عنها شوية. البايايا بالشعرية عايزين توم، 6 فصوص توم مفروم، 1 بصل مفروم، 200 جرام كاليماري، 200 جرام سمك فيليه، 200 جرام جمبري، عايزين كمان ملح وفلفل، 5 أكواب شعرية، 1 كوباية بسلة، 1/4 كوب زيت زيتون، 1 معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، 1 كوباية من عصير الطماطم، 1 مكعب مرق خضار أو سمك، وللوش عايزين بقدونس وشرايح ليمون. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ البايايا ممكن تتعمل بطريقتين يا جماعة، اللي هي بالشعرية ممكن تتعمل بالشعرية بيضة يعني ما بنعملش فيها حاجة، وممكن تتعمل بالشعرية تكون الشعرية متحمرة. ازاي بنحمرها؟ يا بتحمروها عادي على البوتاجاز، يا بتحطوها في صينية وبتخلطوها مع شوية زيت زيتون أو زيت عادي وتحطوها في الفرن، تفردوها كده وتحطوها في الفرن. فدي الطريقة اللي أنا لقيتهم بيحمروا بيها الشعرية، فأنتوا برضو زي ما تحبوا. بالنسبة للمكونات احنا حاطين المكونات دي للأسماك، بتقدروا أنتوا تحطوا أي مكونات تانية زيادة عايزين تحطوها. هي بايايا دي جاية من كلمة بقية، بقية 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 بايايا. بقية يعني ايه؟ كانوا الناس زمان في اسبانيا بيروحوا ياخدوا بواقي الاكلات اللي موجودة ويجمعوها كلها في اكلة واحدة. اتطورت بقى بعد كده وبقت هي الاكلة الشعبية في اسبانيا، وبقى يتحط لها زعفران وحاجات. احنا النهاردة هنعملها على الطريقة البسيطة من غير زعفران ولا حاجة، بس اللي حابب يضيف الزعفران طبعا بتقدروا تضيفوه عادي. انا دلوقتي هاخد السمك اللي عندي وهحطه على النار شويه، احمر كده كل حاجه لوحدها. هما بيحطوه ني بس انا مش حابه موضوع الني ده قوي، فانا هحط كده الاسماك الاول على النار تاخد لها كده تحميره، وخليني احط مع زيت الزيتون شويه زيت عادي بس شويه كده. وهحمر بس السمك شوية والأسماك اللي عندنا كلها. النهاردة عايزين أي أسئلة عندكم، أي تعليق، أي حاجة اكتبوها لي، وإن شاء الله إحنا خلال الحلقة بنقرأ التعليقات وبنشوف كل أسئلتكم ونحاول نجاوب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة. بس بحمرها يعني، بس بحمر السمك. طبعا السمك ما بياخدش وقت خالص على النار، فيدوب بس كده ياخد تحميرة وهو هيكمل بقى جوه الشعرية. في كمان ناس طبعا كتير بيعملوها بالسمك بالفراخ، في ناس بيحطوا معاها ساسج. بقية بقية يعني كل بواقي الأكل اللي كانت موجودة كانوا بياخدوها ويحطوها في الرز اللي كانوا بيعملوه ده. معرفش بقى كمان موضوع الشعرية ده قديم ولا جديد ولا إيه، مش عارف، بس يعني أنا عجبتني إنها بتتعمل بالشعرية الصراحة، وبالذات جربتها كمان وطلعت حلوة. بالراحة طبعا على السمك، وحاولي تجيب يعني السمك ما يبقاش رفيع قوي علشان ما يتهريش. هما بيحطوه ني بس انا ما حبيتش حكايه الني دي، حبيت احمره الاول قبل ما نحطه على الرز.
طبعا البايايا كمان ليها بان مخصوصة، ليها طاسة مخصوصة بتتعمل فيها، هي شبه دي جد يعني شبه دي 90% مثلا، يعني هي بتبقى أكتر حروفها حادة كده، بس هي دي شغالة معاها كمان تمام جدا. تحميرة خفيفة كده زي ما اتفقنا. أنا حطيت بس شوية زيت علشان زيت عادي نباتي مع زيت الزيتون، هي بتتعمل بزيت زيتون، بس عشان أنا قررت أحمر شوية الأسماك فمش عايزة أحطها في زيت زيتون بس، فحطيت معاها شوية زيت عادي. بس يتحمر شوية وهنشيله. طيب خليه على ما يتحمر شوية، خليه بس يتحمر شوية على النار. خلينا نبص احنا شوية كده على الفيسبوك نشوف ايه الاخبار، على ما ياخد له تحميرة كده خفيفة واقدر اشيله واحط اللي بعده. يلا حبايبي على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك، زعفران وفانيلا. يلا اهي، وادي الصورة نزلت، وادي نادية رزاز. اهلا وسهلا بيكي نادية من الاردن، يا اهلا وسهلا بيكي بكل حبايبنا في الاردن. نجمية عاشور من ليبيا، يا اهلا وسهلا بيكي بكل حبايبنا اللي في ليبيا. و اس او اس المصراتي اهلا وسهلا، ومن ليبيا برضو فوزية المجراب اهلا وسهلا. زهرة العمر يا اهلا اهلا، وريم الدحاك حاضر، عايزة وصفات الشاتو بالكراميل وبالجيلي والكيكة البرازيلية وكيكة البيانو وكيكة الفهد، حاضر من عينيا بنعملهم لك تأمري. وردة البيلسان، وردة البيلسان هي ام الحان من ليبيا، كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. من الأردن سهيلة صالح، يا أهلا وسهلا بيكي أم مؤيد، أهلا أهلا. أنهار رمضان بتقول الوصفات كلها تحفة وأحلى برنامج، ربنا يخليك إن شاء الله دايما عند حسن ظنك يا حبيبتي. سائدة بهي شكرا ليكي تسلميلي. وسارة مراد يا أهلا وسهلا بسارة حبيبتنا دايما بتبعت لنا. ومعانا توتة، أهلا وسهلا يا توتة. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انا مبسوطه اني سمعت صوتك يومين ورا بعض. الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. عندك اي سؤال؟ اتفضلي. عايزه طريقه بسبوسه بالتوست الهندي. من عينيا حالا. يلا يا هبه طريقه البسبوسه لو سمحتي. يلا هنطلع دلوقتي يا حبايبي السمك بتاعنا، خلاص هو كده اتحمر زي ما يعني كده، هو تمام زي ما اتفقنا، هو احنا بس عايزينه ما يتحطش ني مع الشعريه، فانا بس عايزه اديله التحميره اللي هو خدها دي. تعالي انتي راحه فين، ونبتدي نحط بقيه الحاجات اللي عندنا برضو. والنار يا جماعه لازم تبقى اعلى حاجه. ادي السمك حطه دلوقتي، وبعدين بقى اول ما بنحط الشعريه ما بتاخدش بقى وقت، لان الشعريه بتستوي طبعا بسرعه فمش هتاخد وقت معانا. وفي نفس زي ما هي كده هنكمل بقيه الطبخه. طبعا الزيت اللي عندنا واخد كتير نكهات، فهو اللي هنكمل بيه الطبخة بتاعتنا. وبرضو تحميرة خفيفة كده تقليبة على النار، وبعدين نشيلها ونحط آخر حاجة عندنا اللي هي الجمبري. طيب احنا دلوقتي بس فاضل لنا ثواني نشيل الكالاماري ونحط او الصبيط ونحط الجمبري، نعمل معاه نفس اللي عملناه بالظبط.
التحميره كده مع شويه الزيت اللي احنا حاطينهم. فدلوقتي خلينا نطلع فاصل، بنرجع بعد الفاصل بنكون حمرناهم ونكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا بس فاضل تكه صغننه على الجمبري، علشان تكه حطيت انا الجمبري اهو وخلاص قرب يخلص معانا زي ما انتم شايفين. هو الجمبري اصلا ما بياخدش وقت كتير على النار، عشان كده حطيته اخر حاجه. دلوقتي بقى الطاسة الزيت اللي فيها كله بهاريز نكهة السمك. يلا عندنا بقى هنا البصل، البصل بنقطعه صغير اهو. حسيتوا ان احنا عايزين نزود شوية زيت زيتون قبل ما نكمل بقى شغلنا، زودوا. هو ما بيتحطلوش ولا زبدة ولا حاجة، هو كله على زيت الزيتون. خلاص احنا كده تمام، هشيلها بقى احطها هنا، احط الجمبري هنا، خلي دي كده على جنب، وناخد الجمبري بتاعنا نشيله. بسم الله يلا. هما كده يعني الجمبري والسمك استووا تلات ارباع استوى، لان هي مش هتقعد كتير على النار. وزي ما قلت لكم هما بيحطوه ني، بس انا ما حبيتش موضوع الني ده. تقدروا بقى تحطوا ماسلز، المحار، اي حاجه انتوا عايزين تحطوها من الاسماك بتقدروا تحطوها، هي بتتقبل اي حاجه. يعني انا مش عايزه اقول لكم ان هم ساعات بيعملوها بسمك وجمبري مع بعض، كمان سمك وجمبري وفراخ، اسفه، مع بعض. نحط بقى دلوقتي ال بصل اللي عندنا، بصل وتوم، بصل وتوم نحطهم مع بعض تقليبتين كده. عندنا بقى هنا البسلة، بسلة طبعا بتاعتنا مسلوقة. عندكم زعفران يا جماعة حطوا، يعني هي بتتعمل بزعفران، عندكم زعفران حطوا. نحط البسلة، تقليبتين كده حلوين. يا ساجدة اهلا وسهلا بيكي، ازيك يا ساجدة؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويس. انا بحب حضرتك قوي. وانا بحبك جدا جدا جدا، واسمك جميل. شكرا حبيبة قلبي. عندك أي سؤال؟ شكرا. أهلا وسهلا. طيب نحط الصلصة وعصير الطماطم. ونبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا. عندنا مكعب المرق، حطوه يا إما خضار يا إما لو لقيتوا سمك، مكعب سمك حطوه برضو، بيبقى موجود ساعات، مش موجود مكعب خضار. نقلب بقى الشعرية بتاعتنا، احنا حمرناها بس طبعا زي ما قلت لكم بتقدروا تحطوها، في بيحطوها نية وفي بيحطوها متحمرة زي ما انتوا عايزين. يا احمد اهلا وسهلا يا احمد. يا ستي الكل، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وبالف خير يا رب. يا عام وانت خير، بمناسبه العام الهجري الجديد يا رب، وكل مصر والوطن العربي صحه وسلامه وامن وامان يا رب العالمين. امين امين، وحضرتك وكل حبايبك يا رب. بس انا عايز مين ياخدني على الهوا؟ اتفضل. انا اميره شنب، دي ليها مكان عندي خطيره، بس هي ما بتطلعش هوا. ممكن تاخدي رقمي من حنان وتديها هي، هي تطلبني من اي تليفون، مش لازم تليفون شخصي ليها. مين؟
أميرة شنب. أميرة أميرة شنب. حاضر حاضر. بالله عليك خدي رقم يمين حنان واديهولها. أنا مش عايز رقمها بس هي تتصل بيا أنا زي والدها. حاضر. أطمن عليها بالله عليك. حاضر حاضر تؤمر تؤمر حاضر. حالا في الكنترول هيعملوا كل اللي حضرتك طلبته. تؤمر. وأميرة بخير الحمد لله وبتطلع برنامجها الساعة 6 كل يوم. حطينا ملح يا حبايبي وهنحط فلفل وهنحط بابريكا وهنحط مية وهنسيب بقى الشعرية بتاعتنا تستوي بعد ما نحط لها على الوش بقية الحاجات اللي احنا شلناها على جنب. ناخد مية سخنة ونحطها كده هنا. يا زينب اهلا وسهلا بيكي. ازيك يا غادة عاملة ايه؟ انت عاملة ايه يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. انت عاملة ايه وزي صحتك؟ انا الحمد لله. انت كويسة؟ الحمد لله. واموري؟ بقولك يا دودو معلش انا بعمل على طول البراونيز دايما تقلب مني كيكة على طول مع اني بخليها 25 دقيقة بس في الفرن بس برضو بتقلب معايا كيكة. انت بتحطي لها بيكنج باودر؟ لا خالص مش بحط لها اي رفعة خالص. طب انت قصدك بتبقى عالية؟ لا لا مش بتبقى عالية بتقلب كيكة معايا مش بتبقى طرية. ما انا هقولك بقى بصي الفكرة بتاعت البراوني ان الناس بتستنى لما بتطلعها من الفرن وهي مستوية. البراوني لازم يطلع من الفرن وهو لسه مش مستوي. يعني انت لو عملتي المقدار العادي اللي هو مثلا بكوباية او كوباية ونص من الدقيق ده ما بياخدش اكتر من 20 دقيقة في الفرن. هتطلعيها هتحسي ان هي لسه نية بس طلعيها برضو. لو قعدتيها اكتر من كده هتنشف وهتقلب زي ما انت بتقولي. فما تقعديهاش غير بس هي بتقعد تلت ساعة فقط لا غير. تلت ساعة طلعيها وسيبيها حتى لو حسيتيها طرية معلش سيبيها شوية لما تبرد هتلاقيها زي ما انت عايزة. هاخد بقى دلوقتي يا حبايبي السمك وهنبتدي بقى نوزع السمك والكلماري بتاعنا على الوش البايية بتاعتنا. شايفين عشان كده بقول لكم في ناس بيحطوه ني بس انا فكرة الني دي ما استسختهاش قوي عشان كده حبيت ان احنا طبعا انا بقى دلوقتي هديت النار خلاص هديت النار وهنسيبها تاخد وقتها في السوا. هنوزع بقى الاسماك بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين ولو عندكم بقى اي نوع تاني زي ما اتفقنا انتوا حابين تحطوه بتحطوه. نعم جنات اهلا وسهلا يا جنات يا جنات. الو ازيك يا حبيبه قلبي. الو عامله ايه؟ ايوه يا شيخ اخبارك ايه يا جنات؟ عامله ايه؟ انت عامله ايه يا حبيبتي؟ كويسه الحمد لله ان شاء الله دايما بخير. عندك اي سؤال؟ الحمد لله. تقدري توطي اللي خلاص. طيب كلمينا تاني يا جنات بس ايه وطي صوت التلفزيون لما تطلبينا تاني عشان تقدري تسمعينا كويس. ماشي هنعمل ايه يا حبايبي دلوقتي؟ هنطلع لفاصل. انا هرصهم بقى كده زي ما انتوا شايفين على الوش وهنطلع فاصل وانا مهدية النار ولا هنقلبها ولا حاجة وهنسيبها لغاية ما تستوي تماما. هنطلع بقى دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا كده يعني حبيت اغطيها شوية هما ما بيغطوهاش بس انا قررت اغطيها شوية يعني برضو علشان احس بامان. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل دلوقتي وصفة لذيذة جدا وهي وصفة ميلفي سريع 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 جدا هنعمله مع بعض. طبعا مش هو الاصلي ولا زي اللي بس طعمه طلع حلو قوي.
عشان نعمله عايزين باف بيستري يكون مربعات ومخبوزة. عندنا 2 كوباية نشا، نص كوباية سكر، 8 صفار بيض، فانيليا، 4 كوبايات حليب، وللوش عايزين سكر بودرة، فراولة ممكن تحطوها فوق في الحشو في على الوش أو تحطوها في الحشوة حسب ما انتوا حابين. دلوقتي بصوا هنعمل ايه علشان نختصر الوقت. عندنا صفار البيض، شكرا يا حبايبي، شكرا شكرا. عايزين ايه؟ عايزين ناخد صفار البيض، نعمل ايه؟ ناخد معلقة. احنا هنا عندنا بيض كامل بس احنا عايزين صفار بس، ف هناخد الصفار. يلا ناخد الصفار، او لو في مصفى مش عارفة ليه حطينا الصفار البياض كامل. طيب على ما نعمل كده خليني اقول لكم على اللي احنا عملناه. جبنا الباف بيستري بتاعتنا وحطيناها في الفرن كده زي ما انتم شايفين لغاية ما بقى عندنا باف بيستري مخبوزة عادي. انا اصلا هكسرها فمش مهم عندي هي شكلها ايه، يعني هي في الاخر هتتكسر. هناخد دلوقتي صفار البيض بتاعنا، فاضل لنا 3 بيضات، دي الرابعة اهي، 1 ناقص 1. يلا معلش، البياض ده بقى هنعمل بيه ايه؟ البياض ده خدوه حطوه في الفريزر في كيس واكتبوا عليه التاريخ بتاعه، معلش اكتبوا عليه التاريخ بتاعه. ده بقى ممكن نعمل بيه مارينج، ممكن نعمل بيه ماكارون، يعني في حاجات كتير بنقدر نعملها بالصفار البيض بتاعنا. يلا احنا كده تمام اهو. عايزه بس ايه اشيل دي، في حته وقعت نشيلها عشان نشتغل على نظافه. هناخد مع صفار البيض اللي عندنا ده السكر وهنخلطهم مع بعض. احنا عايزين نعمل الكاسترد او الكريم باتيسيير زي ما دايما باجي بعمله. بقول ان انا لما كنت بدرس الموضوع بتاع الحلويات والطبخ في الاكاديميه اللي انا دارسه فيها كانوا هما بيعملوه بطريقه تانية خالص، لما جربت احط كله على بعضه وعلى النار طلعت نفس النتيجه الصراحه. هما بيعملوا كانوا بيحطوا السوائل على النار وبعد كده بياخدوها بيحطوا حبه حبه على البيض، بيخلوا البيض بره. ما لقيتش فرق كبير الصراحه خالص في ان احنا نعمل كده، فبقيت احط كله على بعضه ومشيت الحال. هناخد دلوقتي النشا ونحطه برده هنا، وهنحط معاهم اللبن اللي عندنا شويه شويه لغايه ما النشا يدوب ونقلب. بس اتاكد ان النشا دابت بروح على طول نازله ببقيه اللبن وعلى النار، على النار بس اتاكد كله عندي تمام. تمام كده هناخد بقى الكلام ده كله زي ما هو كده وبحطه على نار وسط مع التقليب لغايه ما يتخن معانا. طبعا احنا عاملين بس الكميه ضعف عن اللي انا متعوده اعمله في العادي. بعد ما بيتخن معانا هيبقى ده شكله، بناخده بنسيبه يبرد كده وده بيبقى شكله كده. حطه دايما عليه نايلون على الوش مباشرة عليه علشان خاطر يبرد وما يعملش قشرة. لما بنحط شايفين ازاي احنا حاطينها كده، شايفين بنشيلها كده ما بيبقاش عامل قشرة، وهو ده اللي احنا عايزينه. ده شكل الكاسترد بتاعنا بعد ما بيتخن على النار. احنا هو ده لازم يفضل نقلبه نقلبه لغايه ما بيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ادي كده احنا كده جهزنا. طبعا 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 بتقدروا تستعملوا كاسترد جاهز، مفيش مشكله مفيش مشكله، بنقدر نستعمل كاسترد جاهز. هنجيب بقى الطبق اللي هنقدم فيه البايركس بتاعنا اهو، نحطه هنا. خليني انظف قبل ما نشتغل عشان نشتغل على نظافة. ساعة
ثواني ثواني يا حبايبي عشان انا بس ايه، لازم نبقى عارفين ان الدنيا نظيفة عندنا. يلا اوكي، هناخد بقى دلوقتي جلافزات وناخد الباف بيستري بتاعنا. طريقة سهلة جدا وطلعت لذيذة جدا جدا وسريعة، نقدر نقول عليها برضو من وصفات الإنقاذ، لأنها هنعمل حاجة طعمها حلو ولما بتتباع بره بتتباع بتكنيك طويل قوي علشان تتعمل، لازم نقعد نعمل الباف بيستري في البيت ولازم ولازم ولازم. النهاردة احنا هنعملها بطريقة سريعة جدا وحتى مش هنقطعها ولا هنعملها، هوريكوا هنعمل ايه دلوقتي. هناخد الباف بيستري اللي عندنا وهنكسرها ونحطها كده في القاع، بالشكل ده. طبعا لازم يكون الكاسترد بتاعنا برد علشان نكمل الوصفة بتاعتنا. يلا هنفرده بقى كويس كده تحت كله، ودلوقتي هناخد اهي، المهم يغطي القاع عندنا بالشكل ده هنا كويس كويس. تمام، كله كده عندنا متغطي تمام. هناخد بقى الكاسترد اللي عندنا، ناخد سباتولا احسن، وهنحطه على الوش، وش الباف بيستري بتاعتنا، على قد ما هي سهلة وسريعة على قد ما هي لذيذة جدا جدا جدا. الفراولة بقى يا حبايبي تقدروا تحطوها على الوش لو هي فريش، حلو ان احنا نحطها على الوش، تقدروا تغيروا بأي فاكهة كمان يعني مش لازم بس فراولة، لو هي حلوة وفريش حطوها على الوش، لو هي فروزن بتقدروا تحطوها جوه زي ما انتوا عايزين. اهي تمام كده. هناخد بقى دلوقتي زي ما اتفقنا، يا بتحطوا الفراولة، ممكن تستغنوا اصلا عن كل الفاكهة بس هي طبعا بتدي طعم لذيذ. ناخد كده فراولة ونحطها يعني هنا وهناك، وبعدين هنغطي بطبقة باف بيستري تانية. كده تبقى عندنا بقى طبق حلو كده يتحط في التلاجة شوية، ويا سلام. بس طبعا بفضل انكم تاكلوه في نفس اليوم علشان خاطر تفضل الباف بيستري فيها القرمشة بتاعتها ما يعني ما تطراش قوي، هتبقى حلوة برضو طبعا بس في جميع الأحوال لذيذة، بس لو اتاكلت في نفس اليوم بتبقى ألذ علشان خاطر تفضل الباف بيستري فيها قرمشة كده لذيذة وهشة. خلاص كده تمام، خليني اغير الجلافز علشان ما يصبغش احمر على الباف بيستري بتاعتنا. حطوا اكتر لو عايزين. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد الباف بيستري اللي عندنا وهرجع تاني اكسرها واحطها على الوش بحيث انها تخبلنا الوش كله، يبقى كله كده باف بيستري مكسره. تمام، خلينا دلوقتي يا حبايبي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل اكون انا بقى كسرت الباف بيستري اللي عندنا، ونكمل معاكم بقيه حلقتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا كده جاهزين بال باف بيستري بتاعتنا، هنحط لها بقى شوية كده سكر بودرة على الوش، قال يعني ملفاي بقى بحركات، هي ملفاي فعلا اهي. ممكن بقى تزينوها لو عايزين
بأي فاكهة تحط لها زي ما اتفقنا، وممكن نحط ورد من اللي بيتاكل. دلوقتي نخلص بس الوصفة التانية ونطلعه، ولو حابين نحط لها شوية على الوش. يلا ادي كده الباف بيستري بتاعتنا جاهزة. لا هنا نحط البايايا، ده بيعمل ايه ده هنا؟ مش عايزينه، تعالى هنا ونحط ده هنا. ويلا بينا بسرعة بقى نعمل كيكة، بما ان احنا لسه في مشمش في السوق. هنعمل وصفة لذيذة جدا جدا جدا. عشان نعملها هحط الزبدة والسكر واخليهم يتخلطوا، واقرا لكم المكونات عشان نكسب وقت. يلا شوفوا، هنعمل كيكة المشمش واللوز. علشان نعمل الوصفة بتاعتنا عايزين 2 1/4 دقيق، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1 1/4 كوب سكر، 3 بيض، زبدة 150 جرام، فانيلا 3/4 كوباية حليب، وعايزين للوش مشمش وسكر ونص كوباية لوز شرايح، وعايزين للحشوة 3/4 كوباية مربة مشمش. مش موجود المشمش، ممكن مربة برتقال. طيب حطينا هنا الزبدة والسكر مع بعض، هنبتدي بقى نحط البيض بيضة بيضة. تمام، يبقى احنا هنا حطينا ايه؟ الزبدة والسكر والبيض، هنحط الفانيليا وكده تمام. عندنا بقى هنا يا حبايبي البيكنج باودر والدقيق، هنقلبهم مع بعض وهنحطهم، واخر حاجة عندنا هي الحليب. الكيكة دي بتنفع لفواكه تانية، يعني الكيكة نفسها خدوا الوصفة وتقدروا تستعملوها، يعني تحطوا على الوش فواكه تانية. يعني خلص موسم المشمش، بنقدر نحط خوخ، بنقدر نحط تفاح، بنقدر نحط مانجا. هي طعمها جميل قوي، وقوامها من النوع اللي بيشيل حشوات وبيشيل حاجات على الوش كمان. هنحط بقى دلوقتي الحليب اللي عندنا وكده تبقى الكيكة جاهزة. تمام، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ شوفوا، هناخد الصينية اللي عندنا هنحط فيها نص الخليط بتاع الكيك، نصه مش كله، نصه بس. يلا نتأكد بس ان كله مختلط تمام، وناخد دلوقتي نص الخليط نحطه كده هنا ونوزعه بالمعلقة. يا شهد اهلا وسهلا بيكي. اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ انا الحمد لله كويس ان شاء الله، دايما بخير. عندك اي سؤال؟ انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي 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 حبيبه لا قلبي. لا انت مش مخلينا عاوزين اي حاجه يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي، وان شاء الله دايما كده عند حسن ظنك. تسلمي لي يا جميله، شكرا يا شهد، شكرا يا حبيبتي. طيب بصوا يا حبايبي، حطينا هنا الكيك بتاعنا، حطيت بقى المربى، حطيتها في المقص. فينك يا مقص؟ ما فيش مقص. طيب ناخد سكينة. ماشي، ادي المربى. هناخد المربى احسن حاجة بالكيس، احسن حاجة حطوها كده بالكيس، وزعوها.
وبرضو بالمعلقة، بس بقى عايزين ايه؟ مش عايزين نوصل لجوانب الصينية، يعني مش عايزين نوصل بجوانب الصينية، يعني خليكوا كده، بصوا كده نوزعها كده. كده اهو. هناخد بقى دلوقتي بقيه خليط الكيك اللي عندنا، هو كمان هحطه في كيس حلواني عشان يبقى برضو سهل ان انا اوزعه فوق المربى. بصوا ما وصلناش ابدا لجوانب الصينيه، عشان لو وصلنا هتتحرق المربى، هتتحرق. هناخد دلوقتي كيس ونحط فيه بقيه خليط الكيك. ونغطي بيه كل المربى اللي فضلت عندنا، اللي ظهر عندنا. تمام كده. يلا برضو هنقطع بالسكينة الجزء اللي تحت ده. ونبتدي بقى نغطي كل المربى عشان يبقى احنا كده عندنا ايه؟ كيكة محشية. بصوا اول حاجة بقفل الجناب، بصوا ازاي اول حاجة بقفل الجناب عشان اضمن ان المربى ما تسحش وتوصل للجناب، لانها اكتر حاجة هتتحرق. ونحط بقى الباقي كده، وبرضو هنجيب معلقة ونوزعه. نجيب معلقة ونوزع الكلام ده كله على الوش، نغطي بيه المربى بالراحة كده، قفله على المربى خالص. شايفين كده؟ هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنوزع على الوش المشمش اللي عندنا او الفاكهة اللي احنا عايزينها، يعني ايا كان نوع الفاكهه اللي عندنا هنوزعها كده على الوش بالشكل ده. ونحط اللوز وهدخلها الفرن على درجه حراره 180، بتقعد تقريبا 45 دقيقه 50 دقيقه، ما بتقعدش اكتر من كده لان هي مش عاليه، مش كيكه عاليه. شايفين كده اهو؟ وكده نرش شويه سكر على الوش ونرش اللوز، وزي ما اتفقنا على الفرن درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا 45 دقيقة. وأول ما بتطلع بنحط لها برضو، بعد ما بتبرد شوية، لازم تبرد، بنحط لها السكر البودرة على الوش، وده بيكون شكلها كده زي ما انتم شايفين، لذيذة جدا جدا جدا، طعمها بجد لذيذ، والمربى اللي بتبقى في النص حلوة قوي. تعالوا نشوف مع بعض البايية بتاعتنا كمان. بسم الله، يا سلام يا سلام يا سلام. ناخد بقى ايه دلوقتي؟ شوية بقدونس كده على الوش، وكده نحط لها شوية شرايح ليمون، بلاش دي ناخد الأصغر، وكده تبقى البايية بتاعتنا جهزت. ودي كانت وصفتنا للنهاردة اللي بتمنى انها تكون عجبتكم. عملنا لكم البايية النهاردة بطريقة جديدة، طريقة عبد الله اللي شافها في اسبانيا، بالشعرية مش بالرز زي ما احنا متعودين. شكلها لذيذ كده زي ما انتم شايفين، طعمها كمان لذيذ جدا وتغيير، جربوها هتحبوها ان شاء الله. وعملنا كمان معاكم باف بيستري او ميل فوي سريع جدا جدا جدا، عملناه بالباف بيستري الجاهزة وبالكاسترد، قلنا ازاي ممكن عملناه معاكم هنا، وقلنا انكم ممكن تستعملوا لو عايزينه اسرع الكاسترد الجاهز
عملنا كمان معاكو كيكة المشمش اللذيذة جدا، وقلنا ان الكيكة دي اصلا اعملوا لها سيف، لان الكيكة دي ممكن تستعملوها في انواع فاكهة تانية كتير جدا جدا جدا، زي الفراولة، زي المانجا، زي الخوخ، زي الاناناس، زي التفاح، وحشوة المربى في النص خلوها بقى تليق مع نوع الفاكهة اللي انتوا عايزينه، بيطلع طعمها لذيذ جدا جدا. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة. عندنا إعادتين، إعادة الساعة 8 الصبح وإعادة الساعة 11 بالليل. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة ووصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.